لما بتقول لها اصحى يا بطرش نروح الحضانة. أيوة، مين بقى الحضانة بتاعت مين الحضانة؟ الحضانة هي دي. هي دي؟ واسمعني، اللي انت اخوك عمل فيك مقلب، انت جاي تنفق من الناحية التانية في حاجة كده جات عليك. وانتي؟ انا شفتك لما كنت بتعمل كده. حاولت بتعمل كده بقى. صح. وانت لما تشوفيني بتعملي ايه؟ بشغلك. او ما ايه؟ بشغلك. او ما تشوفيني بتشغليني؟ انت اسمك ايه؟ ماريا. وانتي؟ ماريا وجدي. يا ماريا اشرف. انت ريتا حبيب. ريتا حبيب. وانتي؟ ماريا وجدي. ماريا وجدي. وانتي؟ ماريا اشرف. انت عارف؟ ما انا عارفك. صح. وانت اسمك ايه؟ انت بتاكل بس؟ انت بتاكل ايه؟ غنو فليكس. اسمي غنو فليكس. وانا اسمي غنو فليكس. انت قلت لي انت عندك كام سنه؟ 6 سنين. اكلتي ايه النهارده؟ اكلتي ايه؟ ما اكلتش حاجه. وانت اكلتي ايه النهارده؟ انا اكلت محشي وبانيه. محشي وبانيه. وانت اكلتي ايه؟ ما اكلتش حاجه. اكلتش حاجه. وانت اكلتي ايه؟ ما عرفتش. ما تعرفيش؟ طب هو مين اللي يعرف يا جماعه؟ وانت بتاكل ايه دلوقتي؟ بانيه. ايه رايك في الاكل؟ ايه؟ حلو البانيه؟ طيب 1+1 يساوي كام؟ 2. 2+2 4. 4. طيب نفسك تطلعي لما تكبري؟ دكتورة. دكتورة ايه؟ لا دكتورة ايه؟ انت نفسك تطلعي دكتورة ايه؟ انا زيك. عايز تطلعي لما عايز تطلعي لما تكبري؟ زيي؟ لا عايز تطلع زيي، يعني هي عايز تطلع زيي. وانت نفسك تطلعي لما تكبري؟ مهندسة. كهرباء. مهندسة الكهرباء. زي بابا. زي بابا. انا عارف انا اشتغل حاجتين. اشتغل ايه؟ مهندسة. عارف مهندسة ايه؟ مهندسة ابني بيت قد كده بس مش بيت. امال ايه؟ قصر. هتبني قصر لوحدك؟ ازاي هتعرفي المكبر. هتربي فيه ايه القصر ده؟ هحط فيه عفش وعشان اقعد فيه مرتاحة. وهتنامي مرتاحة؟ هتحطي فيه هجيبك كمان. هتجيبين انا ابنوف فليكس؟ هعمل لك ايه صوت ايه؟ بطوطة. يا لهوي دي هتجيبني وهنعمل صوت بطوطة انا وهي. ايه ده؟ مين بيتكلم؟ انتي؟ انت. انت بتتكلمي. انت بتتكلمي. انت. انت بتتكلمي. انت. انت. انت بتتكلمي بطني. خلاص انا اللي بتكلم من بطني.